بين برنامج أبو وردان وأنظمة التحكم في المزارع. كثير من المزارع الدنيا في مصر فيها أنظمة التحكم بالكامل، أبقى قاعد في أي مكان في العالم وشايف مزرعتي، العلف قد إيه، المية قد إيه، الأوزان وصلت لقد إيه، كل ده من خلال تطبيقات برضو على الموبايل بشاشة موجودة داخل العنبر. إيه الاختلاف؟ اللي احنا عملناه إن احنا أتحنا التكنولوجيا دي من خلال تطبيقات على الموبايل أو تطبيقات على الإنترنت، ان هو مش محتاج يبقى عنده مثلا خوادم غاليه جدا او عنده خبراء في تكنولوجيا المعلومات يديروا المنظومه دي. لان حضرتك عارف احنا في الفراخ خاصه بنتعامل مثلا مع 50,000 فرخه في العنبر، فانت لو انت عندك خساره مثلا 5 جرام في كل فرخه فضربها في 50,000 فرخه، فكده انت عندك خساره فادحه طبعا. خساره فادحه. فاحنا دورنا ان احنا بنوجهه، نقول له والله انت عندك النمو، معدل النمو بتاع الفراخ مش في المستوى المطلوب، فانت محتاج مثلا تزود المية او محتاج تشوف العلف بتاعك كمية البروتين فيه قد ايه، او تشوف بتقدم له النصح والارشاد من خلال برنامج أبو وردان. هو من خلال البرنامج، من خلال شاشات المتابعة بيقدر ان هو يشوف الاداء بتاعه. التكلفة اقل عندك من اي نظام اخر في العالم؟ هو الـ زي ما قلنا النموذج مختلف. انا حضرتك مش محتاج تشتري الحاجه في الاول، احنا بندي لك الخدمه باشتراك شهري. انا مش بشتري. انت مش بتشتري حاجه. تمام. انت بتاخد الخدمه باشتراك شهري، فانت لو انت قررت ان الخدمه مثلا مش مناسبه ليك او كده، فانت ما حطيتش فيها استثمارات في الاول عشان تشتري الاجهزه والحاجات دي، يعني ما فيش خساره. اخيرا